مستمرة في إعانة المواطنين بالأحياء المحررة من مدينة الموصل. تواصل قوافل يد الخير الكويتية جولاتها، وهي تحمل ما جادت به حملة الكويت بجانبكم من مساعدات تمثلت بتوزيع أكثر من 108 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة لسد احتياج أكثر من 21 ألف فرد من العوائل المتواجدة في أحياء البريد والجامعة والمحاربين وحي المصارف، بالإضافة لحي النور، لتكون تلك المساعدات وسيلة بقاء تلك العوائل في مواجهة الظروف الإنسانية القاسية. وهذه البادرة ليست الأولى ولا الأخيرة من دولة الكويت الشقيقة في إغاثة أهلنا في محافظة نينوى. نشكر دولة الكويت على ما تقوم به من إنجازات في إيصال المساعدات إلى المناطق المحررة. هذه المساعدات وزعت من خلال القوافل الإغاثية التي وصلت إلى الوكلاء المعتمدين من قبل وزارة التجارة العراقية، الذين أشادوا بدورهم بتلك المبادرة واعتبروها موقفا إنسانيا يحسب لدولة الكويت. بس هاي تحصل على امتياز عالي في الحقيقة، لأن بيها خوش بضاعة بي المواطن يستفاد منها، يعني صراحة هاي أحسن نوعية وأحسن أجود شيء اللي جانا هو هاي مال دولة الكويت. المواطنون ممن شملهم التوزيع أكدوا أن ما مروا به من ظروف قاسية نجحت دولة الكويت بالتخفيف من وطأة تلك الظروف بما تقدمه من مساعدات غذائية. كنا بأمس الحاجة لهذه المساعدات لأننا خرجنا من ظروف صعبة، وهذه المساعدات تهون الكثير من العقبات الموجودة التي واجهت المواطن. ويعاني سكان الأحياء المحررة من مدينة الموصل نقصا حادا في الكثير من المجالات يعد الغذاء في مقدمتها. ولا زالت قوافل المساعدات الإغاثية لحملة الكويت بجانبكم تجوب الأحياء المحررة بمدينة الموصل لتكون التفاتة إنسانية تعهدت بها يد الخير الكويتية. من داخل مدينة الموصل، عاصم الحمداني، تلفزيون دولة الكويت.